من غير عصبية وشخط ونطر من بتوعك، ممكن تسلمني المقالات اللي ناقصة؟ اتفضلي. اتفضلي يا ستي. ايه ده؟ إيه؟ أولاً دول ناقصين مقال. أعوذ بالله منك زميلة. أنا لو كنت عارف إنك هتبقي شاطرة بالشكل ده، وشطارتك هتيجي على دماغي بجمع المقالات، ما كنتش علمتك أول ما اشتغلت معايا. طب تسمع حضرتك تقعد على المكتب دلوقتي حالاً. وتخلص لي المقالة اللي ناقصة؟ لا متأسف، عندي ميعاد مهم. وميعاد المطبعة؟ بعد ساعة في جمعية الصحة النفسية. الدكتور راتب رئيس الجمعية هيعلن زي ما بتقول تذكرة الدعوة عن بحث جديد يعمل انقلاب في الدراسات النفسية. ناد، ما تيجي معايا؟ إلا دي، أروح معاك أي حتة في الدنيا، أي ندوة، إلا ندوة عاملها الدكتور راتب. ده راجل معقد وشاذ، وقطعا تفكيره هيبقى كده. يا سلام، الست هي الست، مفيش فايدة أبدا. واحدة زيك صحفية وأديبة قد الدنيا ترفض تروح ندوة علشان واحد دمه تقيل؟ أنا شخصيا رأيي إن فكر الإنسان نابع من شخصيته ومرتبط بيها، وبما إن الدكتور راتب راجل معقد وشاذ، يبقى قطعا تفكيره معقد وشاذ زيه. شوف يا ناهد، مهما قلت محدش يقدر ينكر أستاذية الدكتور راتب في مجال علم النفس. والمقال هكتبها لما ارجع. انا متاكد ان الدكتور راتب عامل بحث قيم، بحث قيم حقيقي. والبحث العلمي اللي هعرضه على حضراتكم دلوقتي والتجربه اللي بنتها على اساسه تنحصر في الاتي: يستطيع الطبيب الجراح انه يستأصل اي عضو من الجسم على الا يعود اليه بالمره. فكرت في الطبيب النفساني ومدى قدرته على الناس. هل يستطيع الطبيب النفساني ان يكون مثل زميله الطبيب الجراح ويستأصل غريزة انسانية من الانسان على الا تعود اليها بالمرة؟ وبكده نبقى فتحنا في الطب فرع جديد نقدر نقول عليه الجراحة النفسية. انا رافض الموافقة على امكانية حدوث اللي بتقوله يا دكتور. انا كمان رافض الموافقة زي استاذي ليلتنا فل. انا اللي ارفض، انا ارفض مناقشة زي دي. انا لسه ما كلمتش المرخص علشان خاطر تهاجموني وانتوا لسه ما تعرفوش البحث. دكتور راتب، دكتور راتب، من فضلك من فضلك تخلي صدرك واسع للمناقشة. الجراح بيستأصل أعضاء الجسم اللي ممكن الجسم يعيش ويعمل من غيرها، لكن لا يمكن، لا يمكن بتر عضو زي القلب وتستمر الحياة. الغرائز زي القلب ما يقدرش يعيش من غيرها الإنسان يا دكتور. يا دكتور، أنا موافق على رأي أستاذي ليلتنا فل. المناقشة بتاعتكم دي هتضطرني ان اقول لكم ان انا فعلا اجريت التجربة، تجربة نزع غريزة نفسية فعلا من انسان
أنا أتحدى إمكانية حدوث التجربة. وأنا قبلت التحدي. دكتور راتب، بعد إذنك دكتور راتب، إيه جدوى بحث زي ده لحياة الإنسان لوجود وتطور المجتمعات البشرية؟ ده بحث لتطور العلم. حتى لو كان ضد البشرية؟ ضد الإنسان؟ حتى لو كان ضد البشرية، ضد الإنسان. مرجوشي كان مزعلني زعلولة صغننه كده وكان بيصالحني وبيعتذر لي. اللي يعتذر لحد يا استاذ يقول له متاسف حقك عليا، مش يعتذر بالهبل اللي انتوا بتعملوه ده. هبل؟ يا سلام يا ستان، مع الهبل ده يا ستان. يا ستان يا ست. نعم. الكل يا ست الستات. يا فندم، ده اسمه اعتذار العشاق. نعم، صلح المشتاق كده ولا لا؟ يعني شوف يا ست قمر، هو لما يكونوا يعني كده والموقف ده فبيبقى ما تكمل انت فالواحد في الموقف ده بياخد بعضه يعني مع التاني كده، بحيث ان هو يعني بحيث ان هو تكمل لك انت ايه بقى. يا خايب يا حد يكلم بالطريقه دي مع الست قمر؟ لا استني انا هفهمها. زينات، ايه الدكتور راتب يطربقها على نفخنا يا زينات؟ يا عم يطربقها، يلا يا تعبتنا. شوف يا ست قمر، نعم، لما يكونوا اتنين زينا انا ومرجوش كده بيحبوا بعض. أيوة. ومخطوبين لبعض كويس وكده. ها، فزي انا وبطتي كده بنكذب يا بيضه. لا بنكذب. يبقى ايه؟ مفيش مانع انهم يصطلحوا بالشكل ده. جهل طبعا، جاهلين. انتوا مش عارفين ان دي اول طريقه لنقل الميكروبات والجراثيم. انتي بتنقلين الامراض والجراثيم والميكروبات وانا مخموم وفاهم ان حب نهارك مش فايت يا بيض. يكون في قلبكم انتوا الاثنين انكم في بيت محترم، يا اما تشوفوا شغلكم وشغلكم وبس، يا اما حلوا بابا، مفهوم؟ مساء الخير يا بابا. مساء الخير. يا بابا في حاجه مزعلك؟ لا ابدا، مجرد تعب من المناشي. لا بابا، لا ده مش تعب، انت متضايق. ايوه بابا انت متضايق. ايه يا بابا، احنا هنخبي على بعض. ناس متسرعين، احكامهم متسرعه، لسه ما ابتديتش اتكلم في الموضوع. ايوه قاموا يناقشوني يعرضوني. اتنرفزت عليهم طبعا. طبعا بابا، اقول لك حاجه بقى تفرفشك كده وتواك. تصور الواد مرجوش مزعل بنت زينات، يقوم يصالحها ازاي؟ ايه انت شفت ده؟ ايوه انا شفت ده، بس بصراحه ما سكتلهمش، بهدلتهم وقلت لهم ان انتوا في بيت محترم، يا اما تحترموا البيت يا اما انا هقول لبابا. انت لازم ترضوا حالك. لا بابا مفيش، لازم يمشوا من هنا حالك. مفيش لحمه، انا خلاص طلعت فوق. الله، انت اطلعي فوق. حاضر فوق. مرجوشي يا زينات، مرجوشي عندها الزفته الثانيه. الزفته دي احنا فين؟ عند الزفته الثانيه فين؟ متغمض فين؟ صعب فين؟ نعم 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 نعم، سعاده البيت فيه. انت وهي؟ نعم. انا لما قابلت انكم بتشتغلوا عندي هنا قلت انكم بتشتغلوا على شرط، وانتوا وافقتم تنفذوه. انتوا اخليتوا بالشرط ده دلوقتي، انا في حل من انكم تكونوا موجودين عندي في البيت برا. سعاده البيت، سعاده البيت، ده انا كنت بقول لها كلمه في بقها يا سعاده البيت. لكن غلطه يا سعاده البيت، غلطه. معلش كرر تاني يا سعاده البيت، معلش. غلطه تفسد اخلاق البنت، غلطه تضيع لمجهود العمر كله عشان تطلع على اخلاق فسدانه زيكم. هو اللي حضرتك بتعمله ده بتسميه اخلاق يا سعاده البيت؟ دي مدفوعه بالحياه. انت بالذات انت تطلعي بره حالا دلوقتي. خلاص هطلع يا بيه، هطلع. بس والنبي يا سعاده البيت،
انا ليا كلمه صغيره عند سعادتك، سؤال بسيط قد كده اهو. انت ليه بيعمل فيها كده بس؟ ليه مطلعها مش زي بقيه البني ادمين يا بيه؟ ما تعرفش حاجه خالص. ليه يا سعاده البنت فاكر ان ده هيدوم يا بيه؟ يا بيه مصيرها هتتجوز، ولا انت فاكر انها مش هتتجوز يا بيه؟ انت تسكتي. انا عامل ما تعيطيش ولا تعملي اي حركه ولا حاجه. انا هتصرف، انا سيبيني اتصرف، انا الراجل ولا اتصرف. اوعي خلاص انا ماليش دعوة، انا باستمرار محضرة بوجتي كده اهو. اوعى بس تسيبني في حالي. لا انا مش قاعدة في البيت ده، يا تسيب البيت ده حالا يا هخرج انا لوحدي. هو مش كرشنا يا باهي بنت؟ كوكو اول مرة يعملها، ما كل مرة يعملها يا زينات، وبعدين بعد 10 دقايق يرجع يصالحنا تاني. ما هو المرة دي ما صالحناش يا مرجوش. طب اديله فرصة يمكن يقدر يصالحنا تاني ولا حاجة. ايه الغرابة؟ انا صعبان علي الست قمر خالص. ما احنا بقالنا 5 سنين مستحمين عشان الست قمر. يا سلام، وعملنا ايه باستحمالنا يا اخويا؟ لا هي راضيه تفتح عينيها وتشوف الدنيا، ولا هو راضي يرفع الستاره من على عينيها وسايبها تتخنق. هنعمل ايه بقى؟ زينات جات لي جايز. من كده وطول الاكل جه، مش عارف انا بقى. بصراحه يا سعاده البيت زينات واخده على خاطرها قوي من الالم اللي انت سكعته. اصله كان عيف قوي. ايدك يا بيبي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يديك الصحه. يا ماني ده ما يتكررش اللي انت عملته ده مره ثانيه ابدا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ انما يعني هو مش مفهوم. ما خلاص هو مفهوم. خلاص يلا روح جهز الغدا. ما هو ما كانش جاهز، لكن ما دام حضرتك يعني صالحتني واتكيت قوي في المصالحه كده اجهز يا بيه. مفهوم. يلا جهز. مفهوم اهو بس على راسي اهو. اعمل لك ايه بقى؟ خلي واحد غريب يبص على راسك ليه وانا واقف؟ معلش اخر مره لما تتحايل عليا قلنا كده هنطلعوا من البلد. ايوه يا سام. ايه يا اخي؟ سنة على ما يلاقوك عشان ترد عليا. على فكره انت ابوظ اخ في الدنيا. لا يا سامي، مش هقدر اخرج معاك النهارده. معلش هعوضك السهره بكره. لا صحيح، عندي شغل مهم في المجال، مهم قوي. باي باي يا سامي. مات ليه بتعتذر لسام عن السهره؟ لقيتك متضايق قلت اقعد معاك احسن. مش عارف اكتب ولا كلمه. قلت لك ما تروحش الندوه اللي عاملها الدكتور راتب. ما سمعتش كلامي، ادي النتيجه. كان لازم اسمع البحث بتاع الدكتور راتب، بحث خطير جدا يا ناهد. جريمه انسانيه وللاسف لا يعاقب عليها القانون. امال انت كنت منتظر ايه من واحد زيه غير كده؟ وصل بيه الشطط العلمي انه يحاول استئصال غريزه من نفسيه الانسان، والمصيبه بيقول انه عمل التجربه. يا سلام عليك يا احساسي، عمرك ما تخيب ابدا. وفيق، انت موافق على التجربه دي؟ بقول لك رايي انه جريمه، واللي يشوف جريمه لازم يمنعها. هو ده موضوع المقاله يا وفيق. يا صباح الخير. ايه ده ايه ليه صباح الخير ده؟ انت مين يا استاذ اللي سمح لك تخش بيت ناس كده محترمين من غير استئذان؟ قمر ارجوكي ما تزعليش مني، اصل كان لازم اكلمك. 100 مره قلت لك انا ما بحبش اسمع منك الكلام البايخ اللي بتقعد تقوله لي كل مره ده. يا ستي المره دي انا مش جاي اكلمك عن حبي واعجابي بيكي. مال؟ لا المره دي بقى انا جاي اكلمك في موضوع مهم جدا بالنسبه لحياتي ومستقبلي. بالنسبه لحياتك ومستقبلك انت يا استاذ يهمني انا شخصيا في ايه؟ ويهمك انت كمان طبعا. يا سلام. اصلا يا قمر اصلي قررت اربط حياتي بحياتك. قلت ايه؟ موافقه؟ ايه ده بقى؟ انت عايز تعرف رايي؟ طبعا. زينات يا زينات. هتعملي ايه طيب؟ انت يا زينات. هتعملي ايه؟ استنى زينات. افندم. طب مش فاهم. ولا كلمه. اذن انا بقول لك ايه، وصلي حضرته لحد الباب وقولي له اياك مره ثانيه يخش الفيلا، واياك يقول لي الكلام البايخ اللي بيقعد يقوله. قمر يا ست قمر. يا قمر. ايه قمر؟ نعم. يعني ايه؟ سخيف، انت سخيف. حتى لو كان املي ان يكون فيه بينا وبين بعض رباط رسمي يا قمر. انت مخك ده ايه؟ فاضي؟ ما فيهوش غير السخافات دي تقولها لي؟ يا ساتر. قمر
القمر. ليك من ده بايه بس يا بيه؟ ما انا قايله لك ان ده اللي هيحصل. انا مستعد استحمل تصرفاتها دي لاخر يوم من عمري. عارفه عارفه يا بيه، عارفه وعارفه احكامه. يا قطيعه تقطع الحب وسنين. يا بيه يا سعاده البيه، اعمل معروف هي ونقدر عليها، لكن سعاده البيه دكتور لو شاف حضرتك معايا هنا يا قرابي هيوديني في داهيه. اعمل معروف يا سعاده البيه يا بيه. نعم اخت رمزية عايزاك تجي لها النهارده البيت. حاضر حاضر. لا 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 يا سعاده البيه، حاضر ابوكي. حاضر يا سعاده البيه. نعم. ما تقب بقيه المقاوله يا بيه، احنا فينا من طناش ولا ايه؟ هي حصلت طناش يا ستي. اتفضلي ادي بقيه المقاوله. ما تنسيش النهارده تيجي. لا يا سعاده البيه مش هنسى. يا سلام، ده 3 جنيه 3 حلوين قوي، بس كله بثواب. وندكن بقى احنا كده، ندكن جنيه اهو كده اهو كده بقى. نمشي بقى كده. على فين يا حياة قلبي؟ ما كنت على فين يا بيضة؟ 50-50 50% بتوعي. طبعا، بس اصل هو اداني جوز جنيهات ما فيش غيرهم. ايوه. فانا جنيه يا حبي. أيوة. وانت جنيه يا حبي. فين بقى؟ انت جنيه يا حبي وانا جنيه يا حبي. انا جنيه يا حبي وانت جنيه يا حبي. طب الجنيه التالت هو ابي عشان نشيله في البوست. ده احنا اللي طلعنا الدهن من الزلط. صباح الخير يا بابا. صباح الخير. ايه يعني حضرتك نزلت المكتب بدري النهارده؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه يا بابا في ايه؟ بنطلون زي عادتي كل يوم، مش دي اوامر حضرتك برضو؟ اطلع غير هدومك دي بسرعه. الله، ليه يا بابا؟ حضرتك اتضايقت ليه؟ لا يعني هم اصلا ضايعين، ضايعين اكتر من اللازم. طب وايه يعني يا بابا؟ فيها ايه؟ لا الهدوم الضيقه دي بتصح المشاعر. مش فاهمه حاجه خالص يا بابا. بعدين بعدين حابه فاهمك كل حاجه. طيب نفذت البرنامج اليومي؟ طبعا. هو انا اقدر اخالف اوامر بابا حبيبي؟ بس بقول لحضرتك ايه، صراحه انا تعبت قوي قوي، كفايه عليا تعبين الصبح ده. لا لا، ما اتفقناش على كده. اللي جات في رياضه كويس جدا، انا عارف مصلحتك كويس. اللي جات في رياضه يخلي الواحد ما يفكرش في حاجات يمكن يفكر فيها اللي في سنك. صح بابا، وانا مش زي بقيه الناس، انا نوع فريد في الانسان، ما اقدرش اعمل اي حاجه الناس بتعملها. مش ده كلام حضرتك؟ ايوه ده كلام حضرتي، وده اللي لازم تنفذيه حضرتك. وانا مقتنعه بحاجه واحده بس، بيك انت يا بابا حبيبي. على اذنك يا بابا. يا ناهد، انا حاسس ان انا هاجمت الدكتور راتب بقسوه شديده جدا. المفروض اني بعرض البحث وبنقده، يعني قاضي راي محايد. لازم نعترف ان تجربه اللي بقول عليها علميا دي تبقى حدث مهم في مجال العلم النفسي. ومن الناحيه الانسانيه، لو حرمنا انسان من غريزه بشريه يبقى رايك ايه؟ لا لا لا، لحد ما اتاكد انه عمل كده انا ماليش راي. لكن انت عارف اعتزاز الدكتور راتب بشخصيته وبنفسه، مش ممكن ابدا يقول انه عمل التجربه وهو ما عملهاش. ايه بقى الحركات دي يا استاذ انت والست اختي سعادتي؟ اهلا يا سامي. اهلا. لا اهلا ولا سهلا. عايز افهم بقى، المجله بتاعتكم دي لعبت في النمره ولا ايه؟ انت لسه مش بقالك شهرين عماله تزني على دماغي وتقولي لي يا سامي فضي نفسك ليله عشان تفسحني؟ طب وايه يعني؟ لو ما كانش اخويا حبيبي هو اللي هيفسحني، مين هيفسحني؟ ماشي الكلام، عطلت اعمال الهم، ضربت كل الحريم الخصوصي بتاعي بومبه عشان نصل سوا. اعتذرت امبارح وقلت مشغوله خليها لبكره، احنا بكره. عارف لو قلت النهارده مشغوله هعمل لكم مجنون في المجال. ليه بس يا سامي؟ ايه ليه؟ اسرح لقيتين ورا بعض من غير مصر؟ ده يعني ايه يا استاذ؟ انت داخل عامل ايه صوزيته ودابك؟ ايه ما تخليها تدينا فرصه كده نكلمك، عاوز ايه بالظبط؟ عايز ايه؟ عايز اختي في الساحه. متاسفين يا استاذ، عندنا شغل، وعندي خطيبتي افسحها في الوقت اللي انا فاضي فيه، وبعدين احنا ناس بنحترم شغلنا. مش فوضويه زي حالاتك. عندك اوعى تغلط. انت فنان وانا فنان، كل ما في الامر انك محبكها قوي وانا واخدها برواقه، عشان كده طلعت لمؤاخذه يعني دمك تقيل. وانا زي ما انت شايف. يلا بسرعه عشان نلحق ناكل لهم قبل ما نروح مصر. يلا. معلش يا سامي، خليها يوم تاني. لا معلش يا سامي، انت بتخافي منه ولا ايه؟ على فكره ما تخوفش،
وانت كمان هتيجي معانا يا ابله استاذ. يلا استنى كده معلش. يلا يلا. ما هو بقى حضرتك لازم تعرفي الحقيقه يا ست هانم كلها. الست قمر مش ما تقوليش لحد. ست قمر مش بنت الدكتور راتب. مش بنته؟ ازاي ده؟ انا كنت فاهمه انها بنت. ايوه ما هو كل الناس بقى يا ست هانم كانوا فاهمين زي حضرتك كده. لكن الحقيقه بقى هي بنت عمته اللي مات جوزها وسابها لها لحمه حمرا صغيره عندها شهرين. قامت عمه الدكتور راتب بقى قعدت عنده هي والست قمر وهي صغيره. وبعد 5 سنين اسم الله على مقامك جالها بعيد عنك مرض ما تشوفوش لعيالك ولا لشبابك يا ست هانم. كانت قاعده زي حضرتك كده على الكنبه وبعيد عنك طبت ساكته. اعوذ بالله تفي من بقك يا شيخ. لا ما قصدش يا ست هانم بعد الشر عليك. المهم راحت في العيا دوت سابت بقى ست قمر للدكتور راتب قام عملها بنته. كل الناس في الدنيا فاهمين انها بنت الدكتور راتب وهي كمان تعرف وطلعت تتربط على ان مفيش اب ليها غير الدكتور راتب. سامع الكلام ده يا عم؟ سامع يا بيه. لسه مصر تتجوزها؟ لسه يا بيه. اكتر من الاول يا رمزي. طيب حد يجي لي ميعاد مع الدكتور اخطبها منه. اختلي لا 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 ما اقدرش. اخاف اخاف. تخافي؟ تخافي يعني ايه؟ اصل شوف لنا بقى يا ست هانم حد غير حضرتك يقابل الدكتور راتب. ليه؟ احنا مش قد المقام بتاع جنابه ولا ايه؟ لا 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 يا ست هانم ما اقصدش اسم الله على مقامك. اصل بقى حضرتك عصبيه حبه والدكتور يعني بتاعنا عصبي حبتين وانا خايفه عليكم يا ست هانم تتصدموا مع بعض بقى زي العربيات اللي من غير فرامل كده يعني اللي انت عارفاها ده. انت تحددي ميعاد مع الدكتور وتبلغيهوني وبس. مفهوم؟ بابا ايه الحكايه بابا؟ انا البس فستان وحضرتك اللي تقدمهولي؟ ده انا فاكره يوم ما طلبت من حضرتك ان البس فستان خدت عقل اشكلها ايه؟ بس عليك ايه؟ انا مش اعتذرت لك؟ انت لسه فاكراها لحد دلوقتي؟ بصراحه بابا اصلها ما تتنسيش. ده انا كل ما اشوف بنت وماشيه كده ولابسه فستان افتكر العلقه اللي انا خدتها والله. على العموم هو كل وقت وله ظروفه. النهارده في ضيفه جايه لنا وحد قبليها. الله طب وايه يعني مقابلها؟ ما انا بقابلها بالبلوزه والبنطلون زي اي ناس كده. انا شايف انك اتعودت انك تناقشي كتير قوي قوي قوي. لا مش بحبوش ده. حاضر. خد دي كمان البسيها. ايه ده كمان دي؟ وكمان جزمه بكعبها لي. ميرسي. هنين. هاتي الطفاية جهينة. يا اختي غلطت غلطت. ما اقدرش يا ست هانم ما اقدرش. ما تقدريش يعني ايه؟ ما اقدرش. اصل البيه الدكتور بتاعنا حاطت كل حاجة في مطرحها ووقعته مهببة اللي يلمس حاجة ولا يحركها من مكانها. الله يعني ايه؟ ارمي طافية السيجارة على الارض؟ لا انا الناس على يا ست هانم ده انا اللي بنضف. لا انا يعني باختصار كده بقول ان حضرتك تقومي تقعدي جنب الطفاية. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. اهلا اهلا. اتفضلي اتفضلي جنب الطفايه بالظبط. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا رمزيه. اهلا 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 دكتور. ده شرف عظيم انك تزوريني هنا في البيت. وتشريف لي انا كمان يا دكتور. اتفضلي يا فندم. ميرسي. يا ايه واقفه ليه؟ لا ما فيش حاجه. روح القمر على جهاز الشربات. حاضر حاضر حاضر. انا رايح اهو. على العموم انا مش هاخد من وقت حضرتك كتير وعشان كده احب اخش بسبب الزياره. اقدري اختي فهمي تفهميني حضرتك عماله تضحكي على ايه دلوقتي؟ اصل حضرتك سكر سكر تجنني وانت لابسه جزمه كده وبابا مش عارفه تلبسي كعب العقل. النبي اختي اسكتي كمان. وانا ذنبي ايه؟ مش اول مره البس جزمه بكعب. انما ايه؟ قمر قمر. يا اختي اسم الله عليك اسم الله عليك اسم الله عليك. يا اختي حلاوتك حلاوه ما حصلتش. يا سلام تجنني. الفستان هياكل من جدتك حته يا ست قمر. يجنن. معذور معذور. الراجل اللي هيشوفك وانت باللبس ده وبالجمال ده معذور. هيجي له جنان جنان ازلي. جنان؟ ايه الهيافه دي؟ جسمي جمالي هي دي الحاجات يا اختي اللي عجباكي فيها؟ طبعا. الانسان مش بشكله وجماله، الانسان بعقله وتفكيره. مرحب دكتور راتب.
حضرتك ساكت ما قلتش رأيك إلا إذا ما تكونش موافق على الخطوبة. وبصراحة ما أعتقدش إنه من حقي إن أقول موافق أو مش موافق. مسألة خطوبة قمر دي حاجة خاصة بيها هي، ودي حاجة شخصية، وهي اللي لازم تقول رأيها. غريبة، الدكتور مرن أكتر مما كنت أتصور. لا يا مش مرونة ولا حاجة، انما اعتقد ان قمر لها الحق انها تبدي رايها في الانسان اللي هتمشي معاه مشوار الحياه. انا معجبه قوي قوي بتفكير حضرتك يا دكتور. مساء الخير. اهلا اهلا بالعروسه. اهلا. مين بابا؟ قول حضرتك ايه؟ ما تاخد الصينيه لحسن الكعبه. انا مش عارفه مش فاهمه. حضرتك قلت ايه؟ اهلا بالعروسه. العروسه ده اللي هو انا بقى. بابا هي مين حضرتها؟ اوه انا اخت عمرو الكبيره. طبعا بتعرفي عمرو؟ لا اكيد لازم حضرتك تكوني اخته عشان بتقولي كلام غريب كده قوي قوي زيه. بصراحه قصدك ايه؟ كلامي مش عاجبك ولا ايه؟ عمر. نعم. انا النهارده في قمه سعادتي، جه اليوم ان في حد يخطبك مني. عمرو عايز يتجوزك. ميس عمر؟ نعم. انا متهيألي ما قلتش حاجه تضحك. لا بس اصل يعني بصراحه انت قلتوا كلام غريب انا عمري ما فكرت فيه ولا هفكر فيه ابدا. في بنت ما تفكرش في الجواز؟ انا اصل بصراحه الموضوع ده بالنسبه لي يعني شيء مش مهم ابدا في حياتي. بيقول يا بابا انه شركه بين اتنين كل واحد يقدم فيها حاجه، كويس كده؟ انا شخصيا بقى ما عنديش حاجه اقدمها في الشركه دي. ايه ده؟ ايه التفكير الغريب اللي بتفكري فيه ده يا عريسة؟ ده تفكير شاذ. ارجوك يا رمزيه هاني ما توجهيش كلمات قاسيه القمر لمجرد انها بتعبر عن رايها بدون اي تاثير خارجي. ده كلام فارغ. البنت اللي تفكر التفكير ده ما تبقاش بنت. امال تبقى ايه يا رمزيه هانم؟ تبقى جماد مش عايشه في الدنيا. باذنكم. خدت الشر وراحت. عقدت الوليه يا بيضه. خليها تخرج جري زي المجنون. هي خرجت يا مرجوش. دي ما خرجتش، دي بعد عنك اتقلقت على السلالم وكفت على دماغك. لو بقول لك ايه، انا سمعت وشها انها هي اللي بتحب تمشي على دماغها. انا مش زعلان على غير على نص المقاوله اللي طار. اسكت. انا كنت عارفه ان ده هيحصل وان احنا هنتسوح في بقيه المقاوله. سوح ده احنا هنتشوح. عندما يتحول علم النفس الى جنون. وقال الدكتور لطفي انه تحول وفي حامل. طيب انا حوريك يا وفي، انا حوريك ان التجربه نجحت. ومش انت بس، فكري كمان. هو كان بيعرضني، هو تحداني. طب انا قبلت التحدي. ايه ده؟ تلغراف من خمس كلمات. ادعوكم باكر لاثبات نجاح التجربه. انا رايي انكم ما تروحوش خالص. لا ده انا لازم اروح علشان اثبت لنفسي انه اتجرد من الانسانيه. على فكره انتوا الاثنين كلاكسات وشغلين نفسكم راجل خلل على الفاضي. سامي اعرف الحكايه الاول وبعدين التاني. ولا عايز اعرف ولا يهمني اعرف. مش كفايه اني قاعد اسمع الهكس بتاعك وانا قاعد بشتغل بفنن؟ ايه ده؟ انت بتسامي اللي بتهببه ده فن يا استاذ؟ لا شوف بقى، انا اصحاب صحيح، لكن تمشيني ورا مثالياتك عشان اتنحس. لا يا عم افتح الله. يا سامي ايام ما كنت ماشي ورا مثالياتي كانت لوحتك كل الناس بتتكلم عنها. يا عيني يا عيني على كلام الناس وانا شحات مش لاكل. يا حبيبي الفن الرخيص هو اللي بيجيب فلوس، وانا بقى راجل عايز الفلوس. ايوه عشان تصرفها على الستات والسهر كل ليله لحد الفجر. اسمعي انا، انت تستعد بكره علشان نسافر لراتب سوا. مش ممكن يوفي. اوعي تعتذري، انا لا يمكن اسافر لوحدي. انتوا عايزين رايي؟ انا من رايي ان انتوا الاثنين
ما تسافرش. مش ممكن يا استاذ، مش ممكن. انت حر؟ هتخوتني ليه؟ ده رضاك في الحيط. سامي سيبك منه، سيبك منه، انا واخد على طولة لسانه دي. سامي ايوه، بقول لك ايه يا ابو سامي؟ نعم. ايه رايك لو تيجي تسافر معانا ونسلي بعض في المشوار؟ يا عم حل عن سماي، انا عندي وقت اروح اضيعه واشوف تجارب. التجارب المال انا من التجارب. طب اسمع انت مش هتتفرج على التجربه؟ احنا هنقضي يوم ظريف في الفيلا بتاعته هناك، يمكن كده ربنا يكرمك ويفتح عليك بلوحه عليها القيمه. قول لي وبكره ايه؟ بكره الجمعه. جمعه؟ والله على الاقل في مدرستين ثلاثه بنات عاملين رحلات، ده غير كليه فوق البيعه. طب اسمع انا هاجي معاك بس على شرط. ايوه. اولا تتكفل بمصاريف الرحله. ثانيا لما نرجع بقى تصهرني على حسابك. وليه ده كله يا سامي؟ ليه؟ محتاج حد يسافر معاه؟ يعني محتاجني وانا راجل بتاع فن استغلالي ورخيص وهستغله. بس زينات. زينات. عيد اللي قلتيه يا اختي كده بالراحه. واحده واحده. حكم اصل خطيب الغاب شويه زي ما انت عارفه يعني، ويحب يفهم بالراحه بالراحه. حاضر انا هحكي لك. شوف يا سيدي. ايوه. احنا معزوم كويس عندنا على الغدا اربع ضيوف. دول تعبيني قوي. سلام. الف سلامه يا اخي. الف سلامه ليكي. نعم. ايه يا اخي كلش تعبانه بتهلوسي عندك حمى. ليه عليك؟ ايه بس؟ طب طب ازاي بس يا زينات؟ ازاي؟ طب عيدي من الاول، عيدي من الاول. هقول لك اهو. احنا امسك بس. احنا معزوم عندنا على الغدا اربع ضيوف. ازاي يا زينات؟ يا اختي يا حبيبتي. ده احنا يا اختي بقالنا هنا خمس سنين شغالين. انا وانت. انا وانت شغالين هنا. انا وانت بناكل هنا بالقوه. نعزم النهارده اربع ضيوف ومره واحده. ما هو ليه عاملين ختمه؟ عاملين جمعيه؟ افتكر يا جماعه بعد ما ارتحنا وبعد ما اتعرفتوا على بعضيكم نتكلم بقى في التجربه. يا استاذ سامي، هو الورد مش ماشي مع الكونستراكشن بتاع لا مؤاخذه اكلم انتوا، انا اصلي مش فيكوا، انا مش لاعب تجارب. لا مؤاخذه، اصل انا يا والدي راجل فنان احب الجمال، و عن اذنك اصلي معذور في لوحه. سامي ايه مش متفقين على كده؟ لا. مش طبيعي ابدا الشاب ده. اتفضل يا دكتور. مش طبيعي ابدا. ايوه نتكلم بقى في العمل. ايوه اتفضل. طبيعي خالص. اتفضل يا دكتور. انا من 15 سنه اصبحت ولي امر طفله قريبتي. ايوه. وقتها كانت التجربه مكتمله في ذهني، فقررت اني اطبقها عليها وادرجها لغايه ما اوصل للي انا عايزه، وفعلا وصلت. ليلتنا فل. لو حصل ده تبقى دخلت التاريخ يا دكتور، تبقى معجزه. ليلتنا فل. البنت النهارده عندها 21 سنة ولا تحمل أي إحساس بأنوثتها. يعني تقدروا تقولوا عليها جنس ثالث، جنس من تكويني أنا، من خلقي أنا. إيه إيه؟ طب إيه ده؟ إيه ده؟ مش حضرتك من الضيوف اللي عند بابا؟ لو حضرته اللي فوق ده يبقى باباكي؟ ايوه. مش معقول. ليه مش معقول؟ وما تزعليش مني يعني؟ لا مش هزعل. اصل هو كشر قوي اللي ما انتي رقيقه قوي لطيفه قوي فعلا. طب شكرا بقى، ارجوك بقى ممكن هتتفضل جوه عشان انا اكمل تمرين لحسن هتضيع وقت كده. ايوه بس ده تمرين عايز واحد فتوه يعمله، كمان له اثار سيئه. اذا كنت عايزه اتمرني ففي تمارين هوني. التفرقه التافهه بين الراجل والست. اي انسان ممكن يعمل اي عمل مهما كان عنيف بالاراده. ايوه بس كده الاراده هتبقى. ثم ان ده تمارين ما فيهاش اي ريحه للانوثه. يعني ايه انوثه ورجوله؟ نعم مفيش حاجه في الدنيا اسمها انوثه ورجوله. في انسان كائن حي بيتحرك كله سيان. سيان؟ انا دلوقتي بس اتاكدت ان اللي فوق ده يبقى باباكي. اي تجربه لازم اختبار لنجاحها او فشلها.
انا ما عنديش اي مانع تختاروا التجربه اللي تعجبكم. بعد اذن اساتذتي. ايوه بعد اذن اساتذتي. ايوه ليلتنا فوق. بعد اذن اساتذتي الانسه عمر. ايوه المفروض انها مجرده نفسيا وحسيا من غريزه الانوثه. بعد اذن اساتذتي. ايوه اذا لابد من محاولة تحريك أحاسيسها ليلتنا فل. برافو تلميذي. أنا شخصيا موافق على التسلسل ده. بعد إذن أساتذتي. أيوه يبقى لازم الآنسة أمر تتعرض لموقف مع راجل يحرك عاطفتها. رائع تلميذي. ليلتنا فل. بعد إذن أساتذتي مين بقى الراجل اللي هيجري الامتحان؟ انت. ليلتنا فل. حس انك صاحب الفكرة انت اللي تنفذها. انا ما عنديش اي مانع ابدا. اتفضل يا شكري. الساعة 12 دلوقتي امر حتلاقيها في الجنينة. اظن نص ساعة كفاية يا دكتور فكري. كفاية يا دكتور راتب. بعد اذن اساتذتي انا مش موافق. تفضل يا شكري تفضل. في سبيل البحث يهون كل شيء. بعد اذن اساتذتي امر لله. عن اذنكم. ليلتنا فل. دكتور فكري تراهني تراهني ان تجربه الدكتور راتب هيثبت لنا الاخ شكري انها ناجحه 100%. لا ده تحيز. انت متحيز للدكتور راتب. أنا مش متأكد تحيزا للدكتور راتب. لا أنا متأكد لسبب تاني خالص. إيه هو؟ بعد نص ساعة ممكن أقول لك إيه هو. بقالنا ربع ساعة قاعدين ما قلتش ولا كلمة. ايه الحكاية بالظبط؟ يا سلام يا سلام. ايه؟ كنت بفكر اقول لك ايه. فكر؟ اه انسة قبر. نعم. انسة قبر. ايه؟ ما انتش مكسوفة مني. مكسوفة؟ اه. ليه؟ عشان انا راجل وانت بنت. طب وايه يعني؟ المفروض ان البنات بيتكسبوا من الصبيان. قولي. نعم. حضرتك قدمت لي نفسك على انك راجل مثقف مش جاهل. ليلتنا فل. عن اذنك. عن اذني. ترفض التفكير كبنت انسه قام. نعم. كمان سؤال. اتفضل اسال. ايه الاحساس اللي حسيتي بيه؟ ايوه لما كلمتك. كنت عايز اضحك طبعا. كنت عامل زي التلميذ البليد اللي رايح يمتحن بيقدم رجلي وياخر رجلي. انسه قمر. نعم انسه قمر. ايه ليلتنا فل. فاقدت الاحساس برجولتي. ممكن اسال سؤال تاني؟ اتفضل اسال سؤال تاني. انسه قمر. نعم. افرضي طلبت منك ايه انك انت تسلمي علي. اه توافقي؟ السلام ايه يعني؟ اوافق ادم اسلم عليك اهو. انسه قمر. ايه افرضي طلبت منك وزودتها حبتين يعني. اه وطلبت انك انت تسلمي بايدك التانية وتحطها في ايدي التانية واقوم انا واخدها بايدي التانية حاططها على قلبي وانا مكسوف منك توافقي؟ طبعا بس تبقى اكيد حاسس انك دايخ وعايز نسندك. ليلتنا مش فل وحاجه طلقت. مبروك يا دكتور راتب. واضح ان تجربتك نجحت. دلوقتي اقدر اقول لكم انا كنت متاكد من نجاحها. ليه؟ شكري يا حضرات انسان ملوش اي خبره بمعامله الستات، فازاي اتعامل مع قمر بظروفها بالشكل ده؟ لا لا بقى لا دي مؤامره مؤامرة لتعطيل إعلان نجاح تجربتك. دكتور راتب علميا التجربة لازم تتحط تحت أكثر من اختبار.
وعلميا كمان لازم الانسان اللي يتعامل مع قمر يكون خبير بمعاملة الستات علشان يعرف ازاي يتعامل معاها. برافو تلميذي. ولو اني يعني مش مقتنع انما خد نص ساعة انت كمان. المفروض ان الدكتور راتب دعانا احنا الاثنين علشان نحضر التجربة. سيادتك اخترت شكل الاختبار وتنفذ. من حقي انا بقى اختار شكل الاختبار اللي يعجبني ويتنفذ هو كمان. رائع عندك حق. اتفضل كامل. اتفضل صديقي سامي. رسام فنان منطلق عايش حياته كان موجود معانا دلوقتي. انا بختاره علشان يجري التجربة. خلاص يعني ياخد نص ساعة هو كمان؟ لا يا دكتور راتب نص ساعة مش كفاية. انا بقترح 10 ايام. سامي يقعد عندك ضيف هنا في البيت 10 ايام. انا مش موافق على المدة دي. عجيبة تجربة تجريها في سنين مستكتر عليها 10 ايام يا دكتور راتب. والله كلام مقنع. لا انا لا يمكن اوافق على كده. انا لا يمكن اسمح ان في شاب غريب يقعد مع بنت قمر 10 ايام. دكتور راتب انت مش بتقول انها فاقدة الاحساس بالجنس الاخر؟ ما تحاولش تقنعني انا مش موافق. دكتور راتب اذا كنت معترض انا هنشر كل التفاصيل دي واسيب الرأي العام يحكم على موقفك. تهديد؟ اعتبره تهديد. بس يا سعادة البيه الدكتور انا مش عايز مناقشة. قلت لك الملحق اللي في الجنينة هتجهز علشان الضيف. مفروض انه حاول عندنا هنا 10 ايام. هاي الاكل يروح له في الفيلا. اي حاجه يطلبها لازم اعرفها انا في الاول. اذا وافقت عليها تتنفذ، ما وافقتش ما تتنفسي. اي مخالفه من الشروط ده هي تعتبر نفسيكم من غير مطرود بره. شوية عقل في اللي هتعمله. اسكتي. البنت جمالها ما خلاش فيا اي عقل. ثم ناس قصدوني احبها لهم قال لهم لا ابقى حمار. وافرض البنت حبتك؟ مين ده؟ ده عندها تخلف عاطفي. لما تعرفش الالف من كوز الدره في موضوع العواطف الغراميات. صوري فاهميني ده هيصعب الحدوته. ما انا ده بالعكس هيخليها سهله سهله جدا. فظيعه فظيعه طريقه تفكيرك يا سامي. تصوري سوى في خطيب حضرتك فاهم انه ورطني مش عارف اتصرف. لكن بالعكس انا اخليها زي العجينه في ايديا. الدكتور ابتدى يحرمها من الاحساس وهي عندها 3 سنين. انا بقى هرجعها 2 سنين. هنشوف مين فينا اللي يكسب. تمام. ايوه انا اضطررت وقلت اني استضيف عندي ضيف هنا لمده 10 ايام. الله سامي اظن ما انت عارفاه الرسام ده. ايوه بس اول مره يجي عندنا ضيوف. سواء مالك بقى. نعم. هو هيقعد عندنا هنا 10 ايام. الله انا مش عايزك تتكلميه، مش عايزك تتصلي بيه ابدا. ولو خالفت رايي انا هزعل منك يا عمر. انا اول مره في حياتي هزعل منك. وبعد ما عرفت السبب الحقيقي في وعادي عندك يا زينات، ايه رايك؟ انا بكلمك لاني حسيت بحبك الحقيقي لقمر. فبقول كده يمكن تساعديني. اساعدك بس يا بيه. ده انت تؤمر وانا نفذ يا سعاده البيه. يا سلام، ده انت لو ربنا حقق لك طلبك دون هتكون حققت لي حلم 5 سنين يا سعاده البيه. يا سلام يا رب يا سلام. ولا في ديك الساعه لما اشوف ست قمر بنت زي كل البنات ليها قلب وبتحب. يا بيه اسمعي يا زينات. نعم. انا عايز اعرف كل حاجه عنها بالتفصيل. حاضر. عايز اعرف بتحب ايه، بتكره ايه. حاضر. بتقوم امتى، بتنام امتى، كل حاجه كل حاجه بالتفصيل الممل يا زينات. عينيا يا سعاده البيه. طب خدي كده. لا حق الدخان. لا يا سعاده البيه لا. لا ولو اني اول مره اقول على الفلوس لا، لكن المره دي لا يا بيه. انا يعني لا مؤاخذه بنت بلد وجدع يا سعاده البيه. مش ممكن ابدا اخذل الناس اللي انا قعدت معاهم 5 سنين وكلت معاهم عيش وملح يا سعاده البيه. ده انت تؤمر وانا نفذ. اسمع يا سيدي.
ايوه يا سعاده بيه. انا مش عارف ابتدي معاك ازاي لما احنا عايزين نتكلم مع بعضينا يعني راجل لراجل. العفو يا سعاده بيه. ايش جاب لي جاب يا سعاده بيه؟ لا استغفر الله. لا المفروض ان الضيف اللي عندنا هنا ده هيقعد 10 ايام. ايوه صح. انا بقى مرجوش انا مش عايز يقعد هنا ابدا. وفي ايدك انت يا مرجوش. في ايدي انا سعاده بيه؟ ايوه. اقول له بيه؟ لا ما تقولوش. تقول له ايه؟ انت تعمل اللي هقول لك عليه. خير يا بيه. كل حاجات النرفزه وقله الحياه تعملها له علشان خاطر تطفشه من هنا. طفشه يا مرجوش. يا سعاده البيه، يا سعاده البيه، ده احنا اللي مشينا النمل طوابير. اطفشه؟ اعتبره طفش يا سعاده البيه. وهطفش سيادتك يا سعاده البيه كمان. انا نفسي هطفش يا بيه. لا هو بس هو بيه عيني. عايز اقول لك ايه؟ نعم. الحكايه دي بقى تبقى سر ما بيني وما بينك. ايوه. ها؟ ايوه. زينات ما تعرفش. قمر ما تعرفش. ولا انا عرفت ولا سعادتك كمان عارف حاجه يا سعاده البيه. الله. السلام عليكم يا بيه. شوف شوف ليكي لب لب ليكي عمك شنطح قدام عينيكي قاعده لوحدي دي سليكي انكل شنطح قدام عينيكي قاعده لوحدي دي سليكي هتقولي ايه شنطح زودهم لتلاتة ونص
كبرني خليني افرح حتقول ايه. تسلم لي يا استاذ سامي تسلم لي. زينب. نعم. متهيألي كده انها متجاوبه معايا. يا سلام يا استاذ سامي متجاوبه بس ها. دي البنيه كان قلبها هيقف من كتر التجاوب يا بيه. انا بالحق. نعم. عايز اكلمك في حاجه كده. نعم تحت امرك. الجدع التخت ده اللي اسمه مرجوشي خطيبي. خطيبك؟ ما يكون في عونك. ده ساي علي الرخامه كده وانا مش عايز اهبشه. لا ايه حكايته بالظبط؟ ده انت مش عارف حضرتك يا بيه. اصل الدكتور راتب اتفق معاه بقى انهم يطفشوك من هنا. بس انا وقعته في الكلام حكيم انا بوقعه باستمرار. بقى كده دكتور بقى عايز نطفش. طب مش هطفش. بس انت بقى يا زينات خليكي جدعه وخلي السي المرجوشي ده يلام. لا ما تخافش يا بيه مرجوشي ده بقى سيبه عليا انا. عم شنطح عم شنطح عم شنطح عم شنطح هايل عم شنطح عمي شنطة يا عمي شنطة. عمي شنطة يا عمي شنطة عمي شنطة عمي شنطة. رحت فين يا عمي شنطة؟ سأليك يا عمي شنطة عمي شنطة عمي شنطة عمي شنطة. شوف بيكي لب بيكي شوف شوف ليكي لب لب ليكي عمك شنطح قدام عينيكي قاعده لوحديكي سليكي. انكي شنطح قدام عينيكي قاعده لوحديكي سليكي هتقولي ايه. لا 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 كمل كمل النبي كمل غنى كمل غنى عم شنطح. ايه رايك؟ ايه انا بقول نغير لعبه البلياتشو ونلعب لعبه جديده. لعبه جديده؟ لا 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 انا بحب لعبه البلياتشو دي. طب ما تجرب؟ لا 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 مش يمكن اللعبه الجديده تعجبك؟ اوريك عشان تبقى معانا وتسيبك من حكايه الدكتور راتب دي. جايبك تشوف الاستاذ سامي وست قمر. شوف بص عشان تصدق. بص جناح. افندم يا سعاده البيت دكتور. خدي الجنيه ده علشان عشاني. انا بحلم ولا ايه؟ لا انا صاحيه. حاضر. لسانك طويل لكن دمك خفيف. من ذوقك يا بيه من ذوقك. شوفي بقى زينة. نعم زينة. لا يا بيه كده اتعب يا بيه بلاش تدلعني والنبي كده يا بيه احسن. دلع عادي. الضيف اللي عندنا ده هو انا اكتشفت انه عايز يعمل ضرر كبير لسكان القناطر. يا سلام. وانا ما احبش ان حد ينضر ابدا. يا سلام يا سلام. قعدت افكر بقى انا ازاي نمنعه من انه يعمل الضرر ده. لقيت الحل. ايه بقى الحل بس يا بيه؟ على شرط يبقى سر بينا. لا ده حضرتك اديتني جنيه بيه ده السر كبير يا سعاده البيه. خدي كمان جنيه. لا لا انا تعبانه ولا ايه؟ في ايه يا بيه؟ في حاجه بقى خليكي معايا. حاضر. انا بقى عندي دواء لما الواحد يحطه في الاكل يعمل وجع في المعده لمده اسبوع. بالشكل ده ياخد الدواء يعيا يقعد اسبوع ما يعملش حاجه ما يضرش اهل البلد. يا سلام. ياخد دواء يقعد ما يضرش اهل البلد. خدي الجنيه ده كمان عشانك. يا سعاده البيه ده كتير ده كتير قوي يا بيه. اسمع بقول لك بقى. نعم. لما تجهزي الاكل اندهي لي علشان احط لك الدواء في الاكل. حاضر. ده احنا بس مش ندوب له دواء يا سعاده البيه ده احنا ندوب له سم. خلاص مستر خليويز مستر. وبعدين بقى الحنايه وجعتني. ها خلاص خلاص خلاص. طيب عمر عمر. ايوه عمر عمر. ايوه
أمان قفشتك. ايه رايك فيه؟ تيجي النهارده ننط الحفل؟ اول ما يدخل الملحق تروحي مقدمه له الاكل. حضرتك هو ياكل من هنا وهيروح رائد في السرير من هنا. وادي دقنا هي سعاده البيت لو حد عبره ولا جاب له اسبرينه حتى. عفاري معفاري. قولي كمان. قولي الجنيه ده عليك. يا سعاده البيت كتير. ربنا يخليك يا بيه. مع الف سلامه يا بيه. يا بيه. شلتي بقى كده اهو واجيب الدنيا بدالها. ايه؟ زيها بالظبط بالظبط. وده معقول اضر عم شنطح؟ كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما إحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في شاب حلو وجميل كل القلوب ليه بتميل، اسمه إشراط الحسن. شافته بنت الأمير ست الحسن والجمال، اتعلقت بيه. حبيته؟ عم شنطح يعني ايه حبيته؟ الحب أساس الوجود، لازم الإنسان يعرف طعم الحب عشان يعرف طعم الحياة. مش فاهم حاجة. أنا فاهم. الحب ده غير حب اللي بتخلقه الطبيعة للأبوين، ده يبقى حب من نوع تاني. إنما حب ست الحسن والجمال للشاطر حسن كان حب من نوع تاني. حب شاب وشاب يحسوا انهم بيكملوا بعض، محتاجين لبعض. كل واحد عايز يرد التاني ويسعده. المعاني نفسها حلوة، لكن انا عمري ما كنت اتصور ان الحب ده شيء رقيق بالشكل ده. لانك ما عرفتهوش، ما حسيتهوش. الحب ده أصل إحساس ما يتوصفش، لازم الإنسان يعيشه عشان. ست قمر ياه ده انت كنت بعيد قوي يا ست قمر. سوري يا زينات. حاجة تضحك. سوري يا زينات، أول مرة أحس إني بفكر. بتفكري؟ ويا ترى كنت بتفكري يا ست البنات؟ بفكر في حكاية ظريفة أوي حكيها لي عم شنطح. قصدك الأستاذ سامي؟ أيوه. حبي اللي أنت جاي تنادي. سامي؟ أيوه سامي. سامي سامي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي جابك؟ ايه ليه اللي جابني؟ ليه؟ ممنوع اجي ولا ايه؟ لا بس العشر ايام لسه ما خلصوش. ما هو سايباني الفيلا ومجاي النهارده جزء من الخطه. ده ضغط عنيف على مشاعر قمر وتحريك ليها عشان يبين احساسها ناحيتي. لو بتخطط لحياتك زي ما بتخطط للكلام الفارغ ده كان زمانك بقيت احسن واحد في الدنيا. قمر في الكام يوم دول اتشعلقت بيا، اتعودت عليا. لما اغيب من قدام عينيها حرمتها من حاجه هي بتحبها. جاز هي لسه ما حسيتش، لكن المفاجاه دي هتخليها تعرف. مش بالذمه انا استاذ. يا استاذ سلام. في تكاتيك الغرام انا يا نهول. وهتستفيد ايه من كده يا استاذ في تكاتيك الغرام؟ الموقف بقى موقف شخصي بيني وبين الدكتور راتب. ازاي ضميره يسمح له يموت البنت نفسيا بالشكل ده؟ حرام. وامر يا سلام، قمر دي بريئة قوي.
رقيقة قوي، طعمة طعمة سكر. يا سلام، نفسي تشوفيها يا ناهد. سامي اوعى تكون السنارة غمزت. لا اطمني، اخوك تقيل قوي ما يقعش بالسهل ابدا. كده والله باين علي وقع. لازم حد قال له كلام ضايقه، ما هو اصل مش ممكن سامي يسافر فجأة كده بدون مناسبة يعني ولا سبب. لو كان سفره طبيعي كان لازم يقول لي. ما انت ساكته ليه؟ انت ما بترديش ليه؟ ها؟ اصل من فرحتي يا ست قمر مش لاقيه ولا كلمه اقولها، مش لاقيه. يا سلام في الطريقه حضرتك. مش عارفه ان سامي ده هو الانسان الوحيد اللي كان مهتم بيا في البيت ده، كان كل همه انه يسليني. انا حسيت بفراغ كبير قوي بعد ما سافر. مدد مدد يا طهره مدد، ده استشمع يا ام هاشم. زينات بقول لك ايه يا زينات، مش ممكن يا زينات تشوف لنا طريقه ان احنا نتصل بسامي يعني ونشوفه سافر ليه؟ بس لا يعني ونترجى انه يعني يرجع علشان يكمل العشر ايام. الو، ما بتردش ليه يا استاذ وفي؟ ها ساكت ليه؟ طبعا المفاجاه اذهلتك. امال اصل سامي هرب. هرب يا استاذ قمر، نجحت في التجربه. افتكر امانه القلم تجبرك دلوقتي انك تعلن عن نجاح تجربتي. رجع دكتور، رجع رجع رجع. مين هو اللي رجع؟ الجدع اللي ما تسماش اللي اسمه سامي الرسام. مش ممكن، انا متاكد انه هرب. هرب مين يا سعاده بيه؟ يا دكتور بص في الجنينه هتلاقيه قاعد هو وست قمر في قلب الجنينه تحت يا سعاده بيه. بص من فضلك، في انسه زي القمر واسمها قمر ساكنه هنا؟ لا ابعد عني وما تكلمنيش عشان انا بخصمك، ومهما عملت مش هنصطلح تاني يعني. وخلاص، ومن غير ما اعرف السبب ومن غير ما اسال انا بعترف ان انا غلطان. حقك عليا. يا سلام، يعني ما انتش عارف انت غلطان في ايه؟ انت ازاي سافرت وازاي تسافر من غير ما تقول لي؟ يعني وحشتك قوي. والحقيقة انا مش عارفه اعبر بالظبط ايه يعني، لكن كنت دايما بحس كده ان في حاجه ناقصاني. ايه هي؟ مانيش عارفه. كنت افضل انزل الجنينه واقعد استنى كده واقول يمكن عم شنطح يجيني يفضل يغني لي ولا يقول لي حدوته من حواديته، لكن ما كانش بيجيني. وحاولت ان انا اعمل اي حاجه من اللي كنا بنعملها احنا الاثنين سوا، لكن ما عرفتش. يبقى ايه ده يا سامي؟ لو فكرت شويه صغيره هتلاقي ده هو الحب اللي كانت بتحبه ست الحسن للشاطر حسن. هو ده الحب؟ هو ده الحب. أنا بحبك يا سامي. ها؟ بابا وصلت للي انتوا عايزينه، نجحت في تدمير التجربة اللي قضيت فيها عمري كله. إنما لا لا، قمر بتاعتي محدش هياخدها مني. قمر أبدا، قمر ملكي أنا، ملكي أنا. إنما أنت بقى لا تطلع من هنا حالك، تطلع من هنا قبل ما اضربك بالرصاص بره. استنى يا سامي. اسكت انت يا بابا، انا لازم اعرف انت بتكره سامي ليه. انا بقول لك اسكت انت يا قمر. لا مش هسكت ولازم اعرف. قمر حاك علي. لا انا غلطان، انا غلطان يا عم. ما تزعليش مني يا عم. انا اصلا سمعت كل حاجه قالها لك سامي. انا بحبك يا عم، ما تعيطيش امال. انا ما اقدرش استحمل دموعك دي. انا بحبك كمان يا بابا. ما تقوليش بابا. لا لا انا راتب وبس. اليوم ما جيتيني، اليوم ما جيتيني وانت طفله صغيره قد كده، حاولت اعمل عليك تجربتي علشان العلم، بس للعلم. بعدين لما كبرتي، لما بقيتي شاب، لما بقيتي عروسه حلوه، استمريت في التجربه عشان خاطر ما خليكيش تحبي حد تاني، ما تبصيش لحد تاني. انا بحبك يا قمر، انا بحبك، انا محتاج لك يا قمر، محتاج لك.
بابا انا ما تقوليش بابا ما تقوليش بابا انا نادر انا محتاجك ما تسيبنيش ما تفوتنيش ابدا ما تفوتنيش يا عمر يا بابا يا بابا انا انا عارف بحب سامي يا غلبانة سامي ما بيحبكيش يا عمر سامي سامي كان بيعمل معاكي كده علشان مترهب معايا على ان التجربة تنجح او التجربة ما تنجحش انما سامي ما كانش بيحبك سامي خدعك مش فاهمة يعني ايه يعني سامي ما بيحبكيش انا كنت مترهب معاه على نجاح تجربة وبعدين انا اللي بحبك بس انا سامي بيغشك سامي بيخدعك في حاجة مهمة أنا عايز أقولها لك أرجوك بلاش كدب قمر أنت اعترفتي لي بحبك أنا كمان عايز أعترف لك بحبك أرجوك بلاش كدب خلي لك ذرة احترام في نفسي قمر أرجوك أرجوك يا سامي أرجوك تنسى لكل اللي كان بينا من لحظات حبنا يا حبنا حبنا اتولد ومات بعد دقايق من ولادته هو الدكتور راتب قال لك إيه بس قال لي كل حاجة قال لي حقيقة غشك وخداعك قال لي على الرهان اللي كان بينكم متراهنينه عليا منادل أرجوك قمر مش هكدب عليكي المسألة في الأول كان فيها حكاية تجربة وأبحاث ورهان ومسائل من ديت لكن الموقف اتغير صدقيني يا قمر سامي إن ما كنتيش أنت حبيتيني أنا حبيتك أرجوك يا سامي أرجوك تسيب البيت أرجوك تسيب البيت بدل ما استعمل طريقة تانية ايوه يا دكتور عنده ايه يا دكتور دكتور راتب عنده حمى حمى نتيجه انفعال او صدمه عصبيه مفاجئه انا هكتب له العلاج في الصالون طب اتفضل يا دكتور قمر نعم خليك انت يا ميس قمر خليك جنبي حاضر انت مش عايز تقعدي جنبي ليه عايزه تسيبيني انا عايزه تتخلي عني ابدا انا مش ممكن اتخلى عنك الواجب يحتم عليا ان انا اكون جنبك يا بابا ما تقوليش بابا انا راتب انا راتب وبس انت الانسان اللي شفته في اول مرحله في حياتي انت اللي ربيتني انت اللي علمتني كل حاجه يا بابا بابا تاني بابا 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 انا مش عايز عاطفك لا انا عايز حبك انا عايزك تقعدي جنبي عشان انت بتحبيني بيني. ولما خف لما خف هنتجوز هنتجوز ما يهمكيش فرق السن لا انا شاب انا شاب اكتر من سامي ارجوك ما تجيبش سيرة الاسم ده يا دكتور صحيح صحيح يا قمر ايه بقى الحكايه يا سامي اسبوع ما خرجتش لا اكل ولا شرب ولا حتى كلام معايا ازمه بتاعتي يا ريت خلاص ما تشغليش نفسك بيا يعني ايه ما اشغلش نفسي بيك انا مش ممكن اسيبك كده ابدا سامي انت صحيح بتحبها وهيفيد بايه بعد اللي عمل الدكتور عايز تتجوزها يا ريت انا ريت انا هتصرف مين انت مين عايزه ايه ارجوك ما تجهدش نفسك عشان نعرف نتفاهم انا بدي اعرف قبل ازاي دخلت من غير استئذان وازاي سمحولك تخشي انتوا حيوانات يا اللي بره
انت مين؟ عايزه ايه؟ انا نهد مراد، مساعده الاستاذ وفيق في المجلة. انا ما يهمنيش، انا قطعت كل صله بوفيق، خلاص انتهى. انا لسه ما كملتش تعريفي بنفسي، انا اخت سامي، سامي الرسام. اخت سامي؟ يعني جاي علشان تموتيني؟ لا، انا جاي اقول لك كلمتين اتنين. انت عالم كبير والمفروض انك بتؤمن بمنطق الحياه وطبيعتها. جاتوني لي محاضره هنا ولا ايه؟ لا انا ما اقصدش، اقصد اني افكرك بحقيقه وضعك بالنسبه لقمر. حضرتك زي ابوها ومش ممكن هتكون غير كده، وكمان قمر بتحب زي ما انت عارف. سامي مش كده؟ لما خلاص سامي هرب، قمر بتحبني انا. لا حضرتك اللي وقعت بينهم بطريقه الحقيقه ما تلاقيش ابدا بعالم كبير زي. ما فيش كبير ولا صغير، انا بحبها وهي بتحبني. خلاص سامي خلاص، يبقى انت جاي عشان تموتيني. لا يا قمر، قمر يا زينات، قمر جوت. ايه ايه اخت سامي؟ اخت سامي جاي عشان تموتني حضرتك. ايوه واللي يا عيني يبعتك بعد كل اللي حصل ده. قمر اتفضلي بره بره، اتفضلي. مجانين. معلش يا ست نهد، كله مجانين. معلش يا ست نهد عشان خاطري، معلش سامحيها، امسحي الحكايه دي فيا انا يا ست نهد. ازاي قدر يعمي عينيها عن الحقيقه بالطريقه دي؟ معلش يا ست نهد، حاولي كمان مره عشان خاطري وخاطر الاستاذ سامي، ما تيأسيش، حاولي. ما ادانيش فرصه يا زينات اكلمها بالابدا. ايه ده انت لسه ما مشيتيش؟ حاجه غريبه قوي بعد كل اللي عملته فيكي ده، سخافه. اغلطي يا قمر، قولي كل اللي انت عايزه تقوليه علشان بعد كده نعرف نتفاهم. ما اعتقدش ان ممكن يكون في بينا تفاهم. ما تتسرعيش يا قمر، ما تتسرعيش، انا عارفه الموقف الصعب اللي انت فيه، التيار كله ضدك. معلش اعتبريني طوق النجاة اللي ممكن ينجيلي. زي ما اعتبرت اخوكي وطلع بيخدعني، مش كده؟ ما تتسرعيش في حكمك يا قمر، لو فكرتي بشويه عقل هتلاقي ان راتب هو اللي بيخدعك. سامي ما خدعكيش، إذا كان سامي اترهن عليكي فراتب هو اللي دفعه لكده. تعرفي يا قمر سامي بيحبك قوي 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 قوي. سامي بقاله أسبوع بحاله حابس نفسه في المرسم وعايش مع صورة جميلة بيرسمها لي. أنا فكر يا قمر، ما ترديش دلوقتي، أنا حسيبك تردي على نفسك. فكر يا قمر، فكر. الحقيقة فين يا زينات؟ الحقيقة فين؟ بني بني عشان نبان بان شباب. بني بني نويت بقى، نويت ان اخد النهارده قمر وهروح سينما، وبعد ما اروح سينما هعزمها على العشاء. بعدين هاخدها على نادي بالليل وهنرقص، هنرقص تشاتشات سايكو جر كل ده. عشان لو انا عملت كده مش انا حبان في نظرها شاب زي سامي. انت على بعضك كده يا دكتور. حلو قوي يا دكتور، حلو قوي يا دكتور. زينات اخص عليك يا زينات، كده تسيبيني والفيلا مليانه ناس. معلش يا ست قمر، اصلي بصراحه كده ومن غير لف ولا دوران، انا كلمت الاستاذ سامي في التليفون وعرفت انه تعبان وعيان ورحت زرته بقى بصراحه. صحيح عيان؟
عنده يا زينات. انت مين سمح لك ان انت تروحي تزوريه؟ ها يا ست قمر، ما تخبيش على نفسك، انت بتحبيه وهو كمان بيحبك يا حبيبتي. ايوه بيحبك ست قمر، حرام عليكي. سي سامي قلبه بيتقطع علشانك، بيحبك وانت بتحبيه. ارحميه يا ست قمر، ارحميه. ده انتوا مالكوش غير بعض يا ست قمر. طب يا زينات روح عندي اعملي قهوة للأستاذ وفيق والدكاترة اللي معاه بسرعة. حاضر. أنا مش عيان، أنتوا اللي عيانين. أنا مش هشمتكم فيا أبدا أبدا، مش هتشمتوا فيا. أنا التجربة بتاعتي نجحت، ولازم تقولوا في كل الجرايد وفي كل المجلات ان التجربه بتاعتي نجحت. ان انا بعد ما نجحت التجربه بتاعتي خلاص هتجوز. انا هتجوز قمر، مش مصدقين؟ هتجوز قمر. اتكلم معاك في موضوع مهم شوية. أرجوك أنا مش عايز أسمع أي حاجة عن سامي ولا تجيب سيرته كمان. لا لا لا، أنا مش هتكلم عن سامي. سامي إنسان عزيز عليا وأغلى عندي من أن أنا أستبدله عاطفه من الإنسان اللي حبها. أنا هتكلم معاك في موضوع مهم تاني خالص. الدكتور راتب حالته والدكاترة قرروا أنها تستدعي نقله للمستشفى. صحيح. أمر تماسكي وتشجعي، عليك دور كبير ولازم تقومي بيه. الدكتور بدأ مرحلة التهيج العصبي. أرجوك ما تكملش يا أستاذ وفي. شد حيلك، عليك دور ولازم تنفذيه. المفروض إن هو يلبس القميص، وأنت الوحيدة اللي تستطيع إنك تلبسيه القميص. أرجوش. نعم. اتكلم يا مرجوش. يا ابني فرح قلبي، اوصف لي الفرح بتاع قمر انا وهي. الفرح هيبقى ازاي؟ ها اوصف يا مرجوش. صرا كبيره قوي قد الفيلا بحالها، كهرب كتير تعلق زي عقد اللول يا دكتور. معازيني ياما، ستات لوحدهم ورجاله لوحدهم. حضرتك قاعد في الكوشه على اليمين، ست قمر قاعد على الشمال. هي على اليمين وانا على الشمال. ناس كتير وستات لوحديهم ورجال لوحديهم ومزيكا. مزيكا عندها وزيك قمر. تعالي اسمعي. لا انا هاكل مزيكا كلها. اسمعي خليك الفرحة. اسمعي رقصت ترقص زفونا، انتهت الزفة، عزمتني على السهرة برا وكانت الدنيا برد قوي، فقلت لازم تلبس البلطو. وبعدين الدنيا برد قوي، البس البلطو حبيبي.
شفتي يا برد قوي. حصل يا مرجوشي، بس ده كله لمصلحة الدكتور راتب. شافي هو ربنا قطع بينا واللي كان كان. شوف شوف يا مرجوشي، انت وزينات هتقعدوا هنا مع قمر لحد ما حد الموقف. مرجوش، انا متكفل بمرتباتكم كلها.